واش الاحساس هو الغوفاش فرحت بكره صوتت كره المستوى واش قال احساس باللحظه اش نهار بكره نهاران قاعد ان شاء الله عاد الحلم غزاف بريمير ان شاء الله شي كونت بدي بولانيتا بس قرر الميساج مهار إني إذا غيت أحن كونترا أو زيقتي ويموال ورهيت الليلة غس تاريخا أنا في ليلة هذه لخا واش الإحساس صفران سيغا ربنا غيس خيب شا إني ودي النتيجة تشرف الإقليم المغربي بصفة عامة الحمد لله سيدا ربي إن جا نغي القسم القسم الظلمات وقا نخان قسم وزايا قصق بارتي لا الحمد لله سيدا ربي صار أنا الحمد لله شكارة بعد شكارة بعد العاب نخل الرسول أنسى نتموسي بقيادة الرئيس سي محمد مزعي اللي ذاك خايف مش خوف تعضاء 30 مينوت نيدا 30 مينوت غا نخطي خايف العاب الحمد لله ما شفت ولا مرة نفع غا نخطي خايف العاب العاب نخطي ديالي واخا تو نغوفة شو مي كانت نغوفة كسنا نغوش بول الحمد لله شغا برا طبعا الحال الاحساس انه لا يقدر بثمن اسم فرحات مغار لان الفريق سخا سعمود الفريق انا ندق سخاس الفريق اسكيبوي مغار التاريخ تنسى ورخاس نهار نهنئ اولا نهنئ الرئيس سي محمد بسعيد يجنيز المجهود يمغى نهنئ المكاتب مكتب الهلال حاليا نهنئ الجمهور نهنئ اللاعبين قبل كل شيء نقرا سي المدرب ايضا هنيئا لك انت سي الحاوي برافو حسن نهار 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 قرصني نهار قرصني الجمهور انه نهار ستري مواني كي بونوم باش ان شاء الله عام ديكوان كاع البروميير المغني يعني غادي تشي نصقه اللي هو وبرافو برافو عندي مثلهم يعني نتمنى نهار انه من اعيان المدينه المسؤولين المدينه ذوينا جميع القطاعات كانت كنفوش فوش باش كيبو هذه عقبه ما كانش لان ما كانش وجه البريمير هو ما كانش هو البريمير البريميرا وزاد فرصه تنقرا نهار غاو مع الرئيس غاو مع الرئيس يا شو قد يخدم خصك تنفوش باش غادي يخدم وبرافو ونتمنى ياسم التوفيق مره للمكاتب نتمنى ايضا للمكاتب يعدون لدينا حاليا ولكن الشيء النهار غير فرح المغلى يقدر بثمن غادي يبدا نغور اشتو 30 مينوت نيتو يبدا نغور ولكن بكل صراحه نهار جنها يمغى عبد القصا واي وتجي هذا القصا تجي هذا القصا هذا ما تسندني 80 دقيقه مهم نتمنى يوم التوفيق وشكرا لكم جميعا ان شاء الله هنيري الاحتفاليه كي لعاب ان شاء الله ما يتغيرش شي فاش شكرا جابوا الرجال جابوا الرجال بالدار تبيك يا رجال